تريزا راحت لدكتورة نساء وكانت بتستنى دورها فتوترت ودخلت تدخن في الحمام. راجل دخل عليها بالغلط فاعتذر لهم مشى. وهي أول ما دخلت للدكتورة اكتشفت إنها سقطت الجنين اللي في بطنها وللمرة الرابعة حملها بيفشل. الدكتورة قالت لها أنت لازم توقفي محاولات لأن خلاص ما بقاش في أي أمل إنك تحملي من جوزك، ولكنك لو جربتي مع حد تاني ممكن تخلفي. فتريزا بصت لها جامد والدكتورة قالت لها ما تبصليش كده أنا بهزر معاكي، أنت لو محتاجة الخلفة ممكن تتبني ولكن أنا بنصحك إنك ما تحاوليش تخلفي تاني لأن ده هيكون غلط على صحتك. فتريزا طلبت منها ما تقولش لاختها ولا لامها على انها سقطت، ولما الدكتوره صممت انها تكتب لها على اجازه، تريزا قالت لها تكتب في الاجازه ان سبب التعب الم في ظهرها مش حاجه تانية. راحت زياره لاختها والاخيره فضلت تسالها عن بيتهم الجديد وعايزين يدهنوه بالوان شكلها ايه، ولما جابت سيره اوضه الاطفال تريزا قالت لها دي اوضه زيها زي اي اوضه مش هتفرق معايا في حاجه. بالليل تريزا كانت متشيكه وخارجه مع واحده صاحبتها، ولما جت تقول لجوزها انها تخرج ولا كان شاغل باله اصلا ومشغول بالماتش اللي بيتفرج عليه، صاحبتها قالت لها انها هتسافر مع حبيبها البلد تانية. فضلت تحكي لها عن اللي بيعملوا معاها. تريزا كانت متأثرة بكلامها لأن كل اللي هي بتحكيه كان نفسها فيه من جوزها وما بتشوفوش ولا بتحسه، وهم بيرقصوا شاب حاول يقرب منها لكنها اتضايقت وطلبت من صاحبتها انهم يمشوا من المكان. وبعد ما وصلت صاحبتها ركبت مواصلات عشان ترجع لبيتها، وهنا لاحظت ان في واحد عمال بيبص عليها والشخص هو نفس الشخص اللي دخل عليها في حمام العياده بالغلط، الاكتر من كده انه نازل معاها في نفس المكان وفضل ماشي وراها. فقالت له هو انت بتراقبني ولا ايه؟ قال لها لا انا لا براقبك ولا حاجه، انا مروح لشقتي عادي جدا. فشتمته وهي فاكره انه بيكذب، لكن بالفعل طلعت شقته في نفس المكان. فتاني يوم لما شافته في المول اعتذرت له على الموقف اللي حصل، هو قال لها ولا كأن حاجه حصلت. روحوا من المول مع بعض، فقال لها ما تيجي تشربي معايا كوب من القهوه وهو بالمره تتاكدي ان فعلا ساكن هنا. قالت له يمكن ده يحصل في وقت تاني. فراح مديها الكارت بتاعه عشان تكلمه وقت ما تحب تشوفه. اختها راحت لهم البيت وقالت لها هو انت ليه كنت حامل وسقطتي من غير ما تقولي لي يا تريزا؟ خافت ان جوز اختها يسمع فغيرت الموضوع. وقالت لها يلا نخرج مع بعض نجيب هديه لابوكي عشان عيد ميلاده. قابلتهم واحده جارتهم وقالت لهم انا جوزي عازمكم على الغداء ومش هقبل اي اعذار. ولما راحوا لمحل لبس اخت تريزا قالت لها تشوف اي حاجه هشك بشك عشان تلبسها لجوزها. الاخير تاني يوم كان عنده سفريه شغل في بلد تانية هيغيب فيها بالايام كالعاده. لما راحت لعيد ميلاد ابوها سالوها عن جوزها، فقالت لهم انه سافر شغل للبرازيل. امها قالت لها انتوا ليه علاقتكم بقت بارده كده يا بنتي؟ لما يرجع اعملوا احتفال بجوازكم ولو عاوزانا نساعدكم هنساعدكم. مرت الايام على تريزا لوحدها في الشقه والملل والوحده خلوها تتصل بجارها عشان تروح له شقته، وبعد ما تشيكت وتزوقت قررت انها تغير وتروح بدون عاديه. وبالفعل وصلت لشقه جارها، قالت له على فكره انا عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم جدا، فمش عارفه المفروض اتكلم معاك في الموضوع ده دلوقتي ولا لا. بعد ما اتعرفت عليه حكوا في كل المواضيع مع بعض، وكانت لما بتروح للبروفات بتاعه المسرح اللي بتشتغل فيه بيكون في واحد هناك طول الوقت بيبص عليها ومعجب بيها. فبعد ما خلصوا البروفه والتجهيز للمسرحيه طلب منها تشرب معاه اي حاجه، وتريزا ترددت في الاول لكنها وافقت في النهايه. زميلها في المسرح قال لها انها شكلها حلو وسالها عن سبب غيابها الفتره اللي فاتت، قالت له انها كانت تعبانه من ظهرها وسالته عن اموره الخاصه، فقال لها ان ابوه تعبان وعنده كانسر، ولكنها ضحكت عليه وهو استغرب. فتريزا اعتذرت له وقالت له انا بس ما توقعتش انك تقول حاجه زي كده بالسرعه دي. جوزها اتصل بيها فيديو على سكايب وهو في مكان بيحتفل مع اصحابه في الشغل، قالت له وحشتني، فقال لها انت بتقولي ايه انا مش سامعك بسبب الشبكه، فقالت له بقول لك ايه ارجع لاصحابك وكلمني بعد ما تخلص. جارتهم اللي عزمتهم على الغداء قالت لها هو انت وجوزك هتروحوا فين في راس السنه؟ تريزا قالت لها راس السنه لسه بعيد جدا. فجارتها قالت لها لا بعيده ولا حاجه، ده انا وجوزي حجزنا سفريه راس السنه من الاسبوع اللي فات. لما تريزا قالت لجوزها يطلب ازازه تانية، جارتها قالت لها انت لازم تخففي من السجاير والخمره لان هما سبب ان حملك ما يكملش. تريزا قالت لها مين اللي قال لك الموضوع ده؟ فقالت لها جوزك قال لنا وقال لنا ان السبب هو شربك الكتير للسجاير والخمره لما بتكوني حامل. تريزا اتضايقت وقالت لها انا ما كنتش بشرب كتير وما كنتش بعرف اني حامل وقتها. وهم مروحين اختها قالت لها الصفره بنت اللذينه دي عزمانا عشان تحرق دمنا وتقول لك الكلمتين دول. في اليوم اللي بعده كانت في المسرح والوادي عمال يبصبص لها وهي مبسوطه من بساطه ليها. واول ما خلصت بروفا وخرجت لقيت جارها نيكولا جالها قدام الشغل وبيقول لها انا بحاول اوصل لك كنت متجاهلاني. فقالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت لك لما اجي اشوفك اكلمك، ما تتعاملش معايا كاننا حبيبين. فقال لها امال احنا ايه وايه اللي حصل بينا؟ تريزا قالت له بعد اذنك احترم ان انا ست ليا خصوصياتي وما تجيش تضايقني في مكان شغلي تاني. تريزا اتحولت تدريجيا من زوجه محترمه لست شقط كل همها الدجس بجس، وحتى البرمان بتاع حفله لم الشمل لزميلها ايام المدرسه شقطها من الحفله وكلمها في موضوع مهم جدا. في اليوم اللي بعده اتصلت باكتر من شخص لنفس الغرض لكن الموضوع فشل، فقررت انها تتصل بالاكس بتاعها ايام المدرسه وتروح له البيت. الاكس بتاعها كان بيشتغل دكتور نفسي ومكتبه في البيت بتاعهم. اول ما شافته قالت له فاكر في اول علاقتنا لما حصل بينا حاجه في نفس المكان ده يا شقي؟ واكيد انت فاكر كمان انك خنتني بعدها مع زميلتنا هنا في نفس المكان. الراجل حب يلطف الجو فقام جاب لها مشروب وقال لها اجيب لك برتقاله، قالت له لا، فقام جاب لها طبق برتقال. تريزا اتضايقت جدا من طبق البرتقال اكتر ما كانت متضايقه وهي بتتكلم عن خيانته ليها، وده له تفسير هقوله في اخر الملخص. تريزا قالت له انت
انت سبتني وتخليت عن حبنا عشان تكون على علاقة بوحدة تانية ما اتجوزتش في الاخر؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ وايه اللي خلاك تجيب ام البرتقال ده قدامي؟ تريزا وهي راجعة لبيتها في مرة شافت جارها نيكولا وهو مع بنت تانية طلع بيها لشقته، ولما خرجت مع اختها الاخيرة قالت لها امك قالت لي انك ما زرتهمش من يوم عيد الميلاد وهم زعلانين منك. تريزا اتضايقت وقالت لها هو ليه لازم دايما يحكوا لك انت ما يتصلوا بيا في مرة ويشوفوا مالي قبل ما يزعلوا مني؟ هو انا ليه كل الناس مهمشاني وحتى وقت الزحل بيروحوا يشتكوا لحد تاني بدل ما يحسسوني بقيمتي ويعدوني؟ وهي بترقص في حفله مع شاب طيوشه زميلها في المسرح شافهم مع بعض لانه كان سهران في نفس المكان. فتاني يوم اخدها في عربيته وقال لها مين الشخص اللي كان معاكي في الحفله وخرجتي معاه ده يا تريزا؟ اكيد حصل بينكم حاجه صح؟ فتريزا قالت له انا ست ملياش في الكلام ده، لو سمحت واحترم كينونتي. فزميلها راح ركن العربيه ومكلمها في موضوع مهم جدا، جوزها رجع من السفر ولكنه كالعاده كان بيكون مشغول عنها في اي حاجه حواليه. فقالت له انها خرجت تتمشى شويه، قابلت نيكولا جارها وقعدت تتكلم معاه وسالته عن البنت اللي شافتها معاه، فقال لها ان دي بنته مش واحده شقيقتها. ولما تريزا قالت له انها متجوزه وعلاقتهم مش هتنفع، قال لها انا سالت عنك وعرفت انك متجوزه. تريزا قالت له هو انت وقعت في حبي عشان تلف تسال عليا كده؟ هو انا ليه كل الناس لازم تتكلم عني مش معايا؟ نيكولا قال لها هو انت فيك ايه فهميني، ما ترمي كل ده وراكي وتعالي نسافر مع بعض من هنا. فقالت له انا لو عملت كده عيلتي مش هتسامحني ابدا وانا دايما خايفه من كل حاجه. نيكولا قال لها تعالي معايا للشقه وانا عامل لك مفاجاه تعجبك. لما طلعت معاه لقيته جايب مايك وسماعات لانه عرف انها بتحب تغني وفضلوا يغنوا مع بعض. وهي خارجه مع اختها الاخيره قالت لها ما تاخدي جوزك وتسافروا تغيروا جو بيتنا القديم، يمكن ده يصلح من علاقتكم شويه. وفي نفس المول اللي كانوا خارجين فيه شافت زميلها اللي اكبرها تسمع الحدوته بتاعته غصب عنها. بعد ما وصلت لبيت رجعت وهي طالعه من المطبخ، فراحت للدكتوره واكتشفت انها حامل والجنين اللي في بطنها حالته كويسه ومستقره. جوزها فرح بالخبر وقال لها انه هيبلغ العيله في حفله ذكرى جوازهم اللي عايزين يعملوها. تريزا راحت توصل صاحبتها للمطار وبعد ما ودعتها وكانت رايحه للعربيه عشان ترجع للحفله بتاعتهم، ست عجوزه قالت لها الجيبه بتاعتك عليها اثر جرح من ورا. وهنا تريزا اكتشفت ان الجنين اللي في بطنها نزل للمره الخامسه، كان ملهاش نصيب انها تخلف، فاخدت قرار انها تروح تغسل جيبتها في البحر وتسافر مع حبيبها نيكولا. في مشهد في الفيلم بالنسبه لي بيعبر عن مكنون الست ونظرتها لنفسها. تريزا كانت حاطه برتقاله على الرخامه، في يوم من الايام رجعت من بره ولقيت جوزها واخد البرتقاله دي ورميها، ولما اتصلت بيه قال لها انا لقيتها عفنت فقلت خلاص ملهاش لازمه. تريزا كانت شايفه نفسها في البرتقاله وكان ده اسقاط على نفس قصتها مع جوزها. رمى البرتقاله لما باظت وهي كمان ما بقاش بيهتم بيها لما كبرت وفقد الامل في انه يخلف منها. ده اللي خلاها تتعصب وتتضايق لما شافت البرتقاله من الاكس بتاعها لان هو كمان استغنى عنها. اي نعم كل الظروف دي مش مبرر للي هي عملته، لكن لما تيجي تبص بشكل انساني لموضوع اهمال جوزها في نفس توقيت مرورها بتجارب صعبه زي انها تفقد جنينها لرابع مره، لا الموضوع صعب جدا، خصوصا ان الستات بطبيعتهم بيكونوا حساسين جدا وضعاف قصاد موضوع زي ده، بيكونوا عرضه للعصبيه من اي كلمه زي ما شفنا تريزا بتتعصب من اي حاجه تتقال وتحول الموضوع كبير. وده لان اي شخص لما بيكون زعلان من حاجه وكتمه جواه لانه مش لاقي اللي يتكلم معاه، بيكون من كتر الكتمان خلاص مش قادر وعلى وشك انه ينفجر من اي كلام ممكن يتقال له. فالدافع الاساسي لعصبيه تريزا كان حزنها والالم اللي كتمه جواها من فقدانها للي بيكونوا في بطنها، وحزنها الاكبر من عدم وجود جوزها جنبها، خصوصا ان ده اكتر وقت ممكن تكون محتاجه له فيه. لو انت مش مصدق ان الكتمان بيخليك بتتعصب من اي حاجه، جرب انك تزعل بسبب حاجه وتكتم جواك مره واثنين وثلاثه، هتلاقي نفسك بتتخانق مع القهوجي عشان ناس يحط لك نعناع في الشاي، وممكن تعيط عشان السكر شويه. ولحد هنا يكون انتهى ملخص الفيلم، ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركونا بارائكم في الكومنتات عشان نتناقش عن قضيه الفيلم مع بعض. كان معكم اخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.